سيارتنا تهدف إلى الاطلاع بشكل تفصيلي على الواقع الأمني في محافظة النجف، وكذلك تلبية احتياجات مفاصل ودوائر وزارة الداخلية. زرنا محافظ النجف والتقينا به، وكان هناك تفاهمات بخصوص تقديم الدعم لقيادة الشرطة وتوابعها في موضوع بناء مراكز الشرطة وأقسام الشرطة اللي استحدثناها أخيرا، وكذلك كل التفاصيل اللي تخص الجانب الفني، منها تنفيذ مشروع الكاميرات في محافظة النجف. وأيضا بعدها زرنا السيد رئيس الاستئناف، وكان هناك حديث بخصوص الأوراق التحقيقية وسرعة إنجازها، وهناك تفاهم واضح مع الإخوان في رئاسة الاستئناف. وبعدها زرنا المراجع. الآن كان عندنا لقاء بخصوص التقييم الأمني واستلام الملف الأمني اللي راح يكون في محافظة النجف ومحافظة بابل المرحلة الثانية، بعد ما نفذنا المرحلة الأولى في محافظات واسط والمثنى والديوانية. استحدثنا ثلاثة أقسام لمحافظة النجف لغرض تأمين السيطرة على عدد المراكز اللي موجودة، وكذلك تم دعم المحافظة بعدد من العجلات لدوريات النجدة، وسيتم دعمهم خلال المرحلة القادمة بدوريات للنجدة والمرور.